من المسؤول عن حالة الانقسام التي يشهدها الجيش في تعز؟ ولماذا لا يتحرك الجيش لجبهات القتال ضد الانقلابيين بدل التناحر داخل المدن والأرياف؟ هل سيكبر قادة تعز على الاستقطابات الضيقة ويكون بحجم معاناة هذه المدينة وتضحياتها؟ أهلا بكم. شهدت أطراف الجيش في تعز توترا حادا خلال الأسابيع الماضية، وذلك بشأن الصراع حول من يسيطر على بعض التباب والمربعات التي تعد مناطق محررة. وفي الوقت الذي ينتظر أبناء تعز من الجيش أن يحرر المدينة من الميليشيا الحوثي والتي تحيط بالمحافظة، تعيش ألوية الجيش صراعات داخلية حول السيطرة والنفوذ لا تخلو من استقطابات حزبية يفترض بالمؤسسات العسكرية أنها بعيدة عنها بحسب القانون والدستور. منذ 4 سنوات لم تتجاوز تعز عنق الزجاجة التي وضعتها فيه قيادة الشرعية والتحالف. تحررت مدن ومناطق عديدة في شرق البلاد وغربها، بينما أريد لتعز أن تبقى تعاني من قصف الحوثيين ومحرقة الحلفاء. فإلى متى ستظل تعز في هذا الوضع الحرج؟ أزمة يعيشها الجيش في تعز عنوانها السيطرة على مربعات المناطق المحررة داخل المدينة وخارجها، فيما لم يتم استكمال تحرير المحافظة، ولا تزال المدينة تمطر بقذائف ميليشيا الحوثي بين الحين والآخر. الانقسام السياسي انسحب إلى مربعات الجيش وخلق انقساما بين رفقاء السلاح، وتحذيرات من مغبة تورط المؤسسة العسكرية الناشئة في الصراع الحزبي والسياسي. انتشرت اليوم صور للقاء جمع قائد اللواء 35 مدرع عدنان الحمادي بقائد اللواء 17 عبد الرحمن الشمساني في أجواء ودية، ينتظر أبناء تعز أن تسفر عن إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية وفق أهدافها المعلنة، وهي استكمال تحرير المحافظة وحمايتها. لتعز قصة أخرى لا تزال رهن الغموض، فمواقف التحالف والشرعية منها محاطة بكثير من علامات الاستفهام. 4 سنوات منذ تدخل التحالف في اليمن، وتعز معلقة بين النصر والهزيمة، الأمر الذي خلف جيشا ضعيفا يبحث عن ذخيرة ويتابع بعد رواتب جنوده، وتم إشغاله بقضايا لوجستية واستقطابات سياسية محلية وإقليمية، فيما صار أبعد ما يكون عن مهمته المتمثلة باستكمال تحرير المدينة من الانقلابيين وتأمين المحافظة. الرئيس هادي ونائبه وقيادة وزارة الدفاع يقفون خارج المعادلة في تعز، يتدخلون شكليا عندما تتوتر الأمور علنا، ثم تعود الأمور إلى كونها معلقة دون حل ومرشحة للتوتر مرة أخرى. مع اشتعال جبهات عسكرية في الحديدة ودمت وصعدة قبل أيام، طالب ناشطون في تعز قادة الجيش والمحافظة بأن يبادروا لاتخاذ قرار تخليص المحافظة من شبح الانقلابيين، ولو خلافا لما تريده الرياض وأبوظبي لتعز، حيث وصل الوضع الإنساني إلى أسوأ صوره، وما زالت المحافظة مخنوقة منذ 4 سنوات لم يسمح لها بتنفس الصعداء لا من الأعداء أمامها ولا من الأصدقاء خلفها. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية المحلل السياسي محمد النقيب من تعز، وسينضم معه آخرون أيضا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير. إذا نود بداية أن تحدثنا ما الذي يحدث في تعز، أو تعز التي وقفت منذ اليوم الأول ضد ميليشيا الانقلاب وانكسرت أمامها كل ألوية المخلوع، تقف اليوم عاجزة أو تعيش حالة من الوهن والشتات السياسي والعسكري، لماذا؟ حقيقة تعز لا تعيش بحسب توصيفك حالة من الشتات والوهن، هي تعيش حالة من الاقتدار وحالة من تطبيع الأوضاع بمختلف المجالات. ما يتصل بالجانب الأمني، هناك مساء حثيثة في هذا الاتجاه، وهناك تطبيع للأوضاع في المدينة وضبط للحالة الأمنية وإعادة تأهيل
دفع جديدة من المنتسبي الوحدات الأمنية حتى تكون على جهوزية واقتدار وكفاءة للقيام بالأدوار المناطة بها. بالإضافة إلى ذلك هناك بناء مستمر للمؤسسة العسكرية وألوية الجيش، وهناك تأهيل وتدريب وإعادة تأهيل، وكذلك فيما يتصل بالمؤسسات المدنية هناك مساعي حثيثة تبذل من قبل الأخ محافظ المحافظة والسلطة المحلية بالمحافظة في تطبيع الأوضاع واستعادة أجهزة الدولة للأدوار المناطة بها وتقديم الخدمات للمواطنين. هناك بعض الإشكاليات بدون أدنى شك، نحن بعد أن تم قامت الأجهزة الأمنية ووحدات متخصصة من الجيش في محافظة تعز تتبع تلك الخلايا التي كانت تقلق المواطنين وتسيء لمدينة تعز ونظارتها وثقافتها وهدوئها ومدنيتها، عندما تم تتبع تلك الميليشيات والعناصر الخارجة على القانون وتم يعني انسحبت مهزومة من المدينة، حاولت أن تبحث لها عن مواطئ قدم هنا وهناك، ودخل على الخط بعض من لديهم نزوات معينة سياسية وحاولت أن تتقمص لبوس الحالة العسكرية وتسعى بنفس مناطقي للتأجيج في بعض أرياف في الأرياف الجنوبي في بعض الأرياف الجنوبية لمدينة تعز، إلا أن الوعي المتنامي في تلك المحيط الجغرافي في الحجرية لكون هذا الريف المتمدن دوما هو السباق فيما يتصل بالمشروع الوطني والحمل المشروع الوطني وإنتاج القيادات التي كانت لها إسهامات بارزة في صناعة التحولات على المستوى المحلي في تعز والمستوى الوطني بشكل عام. نعم. هذه المناطق أستاذ محمد يعني بطبيعة الحال ينطلي عليها تلك المساعي. نعم، هذه الصورة التي ذكرتها بطبيعة الحال نود أن تكون تعز وأكثر، ونحن سنكون السباقون في يعني نقل هذه الصورة التي تتحدث عنها، صورة التطبيع والبناء وإعادة تطبيع الحياة في شتى أنحاء المدينة، لكن الواقع للأسف لا يقول ذلك. يعني ما يصلنا من أخبار من مراسلنا الميدانيين ومن شهادات يعني ناس وتتحدث عن وضع للأسف الشديد ليس كما تقول، هناك العديد من الاغتيالات وهناك العديد من الخلافات العسكرية التي يعني لم تعد فقط يعني في الجنبات المعسكرات وإنما في ظهرت للعلن، هناك العديد من الإشكالات التي لم يتم حلها. نعم، هناك محاولات لحل هذه الإشكالات، ولكن للأسف لأنها لا تكون حلول نهائية ما إن تهدأ حتى تعود لتشتعل من جديد، ونحن نتابع هذا الحدث منذ بدايته ربما. حقيقة يعني هو خلاف وليس انقسام، وهو يعني قد في جزء يسير والأيام القادمة كفيلة بأن تثبت تلاشي هذا الخلاف الذي لا يعبر عن انقسام داخل المؤسسة العسكرية. الجيش الوطني بألويته وقيادته موحدة، وهناك بعض الدفع السياسي والالتفاف حول قيادات معينة والعمل وتقديم خطاب مناطقي ومحاولة جر قيادات عسكرية لها إسهامات ولها أدوار لا تشكر عليها، محاولة جرها لمربعات الصراعات السياسية، وهذه بطبيعة الحال قد الصورة التي جمعت اليوم بين عدد من قيادات من القيادات الألوية التي محاولة الاغتيالات التي تعرضوا لها في نفس النطاق ومن نفس العناصر، أكدت لهم بأن التآمر على الجميع وأن الهدف من ذلك
من تلك المساعي التي تدفع باتجاه للبلوغ الانقسامات، الغرض تهدف للإضرار بالجميع والإساءة للكل. وحقيقة القيادات واعية ومدركة، وهي بدون أدنى شك يعني ستقوم، حتى وإن كان هناك تباينات معينة، ستعمل على وضعها على طاولة نقاش والالتقاء حول كلمة سواء والاتفاق على آلية موحدة لاستكمال تحرير المحافظة. نعم. وتفويت الفرص على من يريد تعزيز تلك التناقضات وسط هذه المؤسسة المتينة. فكما صدت الانقلاب، هي قادرة على صد تآمرات أي من الأطراف، كانت من الداخل أو من الخارج. نعم، جميل. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي فيصل الشارحي من تعز. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء الخير عليك وعلى الإخوة المشاهدين لقناة الفيس الطيبة على قلوبنا. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا بك أستاذ فيصل، ونود بداية أن تحدثنا ما الذي يحدث في منطقة وقرى الأشروح. هو في حقيقة الأمر هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي منذ ظهر اليوم على قرى وبلدات منطقة الأشروح، استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة للرشاشات وقذائف المدفعية والهاونات، وقصفت منازل المواطنين بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة 6 مدنيين بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعضهم غادر المستشفى بعد أن تلقى الإسعافات الأولية، والبعض الآخر لا يزال حتى هذه اللحظة يتلقى العلاج أو تحت الملاحظة الطبية إن صح القول. الميليشيات الحوثية استخدمت مختلف أنواع الأسلحة كما قلنا، وأطلقت هذا العدد الهائل من القذائف على هذه البلدات والقرى الواقعة بمديرية جبل الحبشي غرب محافظة تعز، في أعنف هجوم تتعرض له هذه القرى، وذلك بعد يوم واحد من استعادة المقاومة الشعبية لقرى القوز والمدافن غرب المدينة. وللتوضيح، قرية القوز استولت عليها ميليشيات الحوثي العام الماضي وهجرت سكانها وزرعت الألغام في القرى، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن يعجز الأهالي عن العودة إلى قراهم. القذائف العنيفة التي أطلقت على القرى منذ متى هذه القذائف يا أستاذ فيصل؟ نعم، كم لها يعني منذ متى بدأت ميليشيا الحوثي تقصف هذه القرى؟ هو بدأت من ظهر هذا اليوم واستمرت حتى يعني دقائق قليلة. استخدمت مختلف أنواع القذائف وأشيعت هذه القذائف أقوى بين السكان خصوصا الأطفال، ومنعت خروجهم. ورغم المناشدات التي قدمناها لقيادة محور تعز ولقيادة اللواء 17 مشاة، لكن للأسف الشديد وجدنا تلفوناتهم مغلقة أو غير مهتمين بأمر السكان وما يتعرضون له من قذائف منذ ظهر اليوم وحتى قبل قليل. المواطنون بمفردهم يتصدون للميليشيات الحوثية، يقاومونها رغم الإمكانيات البسيطة، إلا أنهم استطاعوا الحفاظ على مواقعهم، ولله الحمد تمكنوا من التصدي لهذه الميليشيات الغازية التي تحاول إشاعة الرعب والقلق والعنف بين المدنيين. نحن نطالب قيادة محور تعز بالتوجه لإنقاذ السكان في هذه البلدات والقرى الريفية. نعم، اسمح لي فيصل، يعني الطبيعية للأمن. نعم، كتب رامز الشارحي وهو أحد أبناء المنطقة أيضا، يقول إننا نخوض حربا شرسة منذ يومين وقدمنا 6 جرحى حتى الآن،
بينما القيادات العسكرية والناشطون المرقمون في الجيش يتبادلون التهم والبيانات والصراعات البينية وصمت مخزي لقيادة المحور. هل يعني يمكن تقييم يعني دور الجيش في هذه المرحلة بما كتبه رامز؟ اولا اريد انا اعلق على ما حدث منذ يوم امس السبت، حيث قامت المقاومه الشعبيه باسناد محدود من عناصر في الجيش هم من ابناء المنطقه بهجوم كاشح وسيطروا على قرى القوز والمدافن وبالتوازي مع معارك في مديريه مقبنه، لكن للاسف الشديد وجدنا قوات الجيش منخرطه في صراعات جانبيه بعيدة عن الهدف الأساسي وهي مقاتلة عناصر ميليشيات الحوثي وتحقيق الأمن والاستقرار لسكان البلدات الريفية خصوصا في غرب محافظة تعز، حيث تعيش أوضاع غير عادية وهجرت عدد كبير من سكان تلك القرى والآن يعيشون أوضاع غاية في البؤس والشتات. نحن حاولنا التواصل مع قيادة الجيش لإسناد المقاومة الشعبية في هذه البلدات، لكن للأسف الشديد كما قلت يبدو أن قيادة الجيش منخرطة في صراعات جانبية من أجل الاستحواذ على مناطق السيطرة عليها في يعني محاولة للحصول على رديات ربما الضرائب وغيرها من الأشياء. أنتم تعلمون ما حدث يوم أمس من محاولة اغتيال لقائد اللواء 35 المدرع، واليوم نفس الجريمة تتكرر مشاهدها من اغتيال أو محاولة اغتيال قائد اللواء 17 مشاة. الأحداث هذه السلبية أعطت يعني نفور لدى الشعب الذي والمواطنين الذين كانوا يعولون على قيادة الجيش في قيادة المعركة وهي معركة حاسمة، خصوصا وان ميليشيات الحوثيه سحبت عدد كبير من افرادها من المواقع المحيطه بمدينه تعز ودفعت بهم الى معارك اكثر سخونه كما تعلمون في محافظه الحديده والبيضاء وغيرها من الضالع ايضا وغيرها من المناطق المشتعله. هناك مصادر خاصه تحدثت على ان عناصر محدوده من افراد الميليشيات متواجدين في هذه المناطق المواقع، وإضافة إلى أيضا إلى قناصة هم فقط في عملية وكأنهم يقومون بدور الحارس لهذه المواقع، في حين أن قيادة محافظة تعز أو قيادة لواء محور تعز لم تتحرك، وقيادة الألوية العسكرية منشغلة في صراعات بينية وجانبية كنا نتمنى أن نراها في الصفوف الأمامية لتحرير هذه المدينة التي عانت الكثير وبسبب اعتبار ميليشيات الحوثي لها، بسبب الحروب التي تندلع بين حين وآخر، بسبب أيضا القذائف التي تطلقها على سكان المدينة والتي أدت إلى إصابة عدد كبير من المواطنين. هناك إحصائيات مرعبة مخيفة عن ايضا عن اصابه اشخاص مدنيين بجروح، وهناك من قضى نحبه في هذه القضايا، لكن للاسف الشديد لم نرى قياده الجيش في المسار الصحيح في المكان الذي يفترض ان تكون عليه. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي فيصل الشارحي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني هو مجرد تساؤل يعني، وربما أنت يعني لست من الجيش، ولكن سؤال يعني يضعه الكثير من أبناء تعز، انشغال القيادات العسكرية بهذه الإشكالات الداخلية ألا يؤثر بشكل سلبي على مسار المعركة كما تحدث معنا فيصل؟ يعني منطقة بالكامل بقراها تواجه منفردة قصف ميليشيا الحوثي بهذا الشكل دون أن يجدوا أي إسناد أو أي نزول أو أي يعني، وكأنهم في منطقة بعيدة تماما أو في منطقة خارج تعز تماما. حقيقة هذه الإرادة الصلبة المتمثلة بقيام أهالي مناطق عديدة ومنها الأشروع في الدفاع عن مناطقهم والحيلولة دون تسلل الميليشيات الانقلابية هي تعبر عن هذه المحافظة بجدارتها واقتدارها. هذه المحافظة التي فوتت الفرصة على
الميليشيات الإنقلابية وحالت دون قدرتها على العبور، يوم أن كانت قد بسطت نفوذها على يعني معظم الجغرافية الوطن، هي جديرة بأن تفوت الفرصة على الذين يلعبون على التناقضات. وحقيقة أن الألوية العسكرية ما يحصل من خلاف هو في مناطق محدودة وفي الريف محدود، وبقية الألوية تقوم بأدوارها وفقا لخارطة مرسومة، كل لواء له محدد الخارطة العملياتية له والمساحة الجغرافية الممتدة لقطاعاته المختلفة. ما يتصل بالنطاق الحجرية هو يندرج ضمن اختصاصات اللواء 35، وإن حصل قصور فلا أظن أن أي من قيادة اللواء هذا الذي كان سباق في الأيام الأولى للدفاع عن الجمهورية وكان من ومنتسبيه كانوا رواد في الأيام الأولى للمقاومة الشعبية التي وقفت في وجه هذه الميليشيات الانقلابية. نعم أستاذ محمد، يعني إن حصل لا يمكن إلغاء اسمح لي أستاذ محمد، يعني لا يمكن ما يحدث من إشكالات، لا يمكن إلغاء الرصيد الوطني والنضالي لقوات الجيش التي فعلا تحملت مسؤولية الدفاع عن مدينة تعز حين أدار الكثير لهم ظهورها، ولكن يعني هناك تساؤل حقيقة، يعني ما الذي يفعله الجيش في مراكز المدينة وفي بعض القرى التي لا يحدث فيها شيء؟ لما لا يتوجه إلى الجبهات؟ لما نجد بعض المناطق يعني خالية تماما من وجود أفراد الجيش الذي مهمته أساسا هو الدفاع عن المدينة، ويترك ما يحدث في قلب أو مركز المدينة لقوات الأمن؟ حقيقة لا بد التوضيح للأعزاء المشاهدين عن وضعية الجبهة في محافظة تعز. هذه جبهة كبيرة تمتد بما يقدر يعني بعشرات الكيلو مترات، تبدأ بمنطقة المقاطرة مرورا بالمسراخ ثم المحيط المدينة من يعني جبل صبر ومنطقة والتشريفات ثم كلابة مرورا بستين ثم جبل جرة مرورا ب الدفاع الجوي حتى الوصول إلى يعني مناطق الساحل الغربي من مقبنة حتى الوصول إلى راسن. هذه جبهة ممتدة وكبيرة، وكل والمدينة كل يعني كل يعني كيلو متر مربع بل كل أمتار فيها مرابطين وفيها متارس وفيها ثابتين على الثغور. الميليشيات الانقلابية تحاول التسلل من أي نقطة ضعف أيا كانت، فالجيش الوطني ليس بالقاعد وإنما هو مرابط بالجبهات، والجبهات ما زالت في على محيط المدينة. يعني المدينة الآن يقسمنا ما بين الحوبان وبين عمق المدينة جبهة التشريفات والقصر الجمهوري وتبة السلال مرورا بالشارع الأربعين، يعني هذه كلها جبهات لم يتم الخلاص من الانقلابيين حتى تفرغ أو تسلم المدينة للوحدات للأجهزة الأمنية للقيام بدورها. فالأجهزة الأمنية تقوم بدورها تستعيد دورها، لأن الأجهزة الأمنية في المدينة انهارت تماما، أقصاب الشرطة والأجهزة المناطة بها القيام بما يتصل بالجانب الأمني والجنائي والبحثي وما إلى ذلك كلها انهارت، انهارت كل المؤسسات في محافظة تعز. نحن تكشف يعني أتى وصلنا في لحظة معينة أن تكشفت هذه المؤسسات التي كنا نراهن عليها وتركت أبناء تعز يلاقون مصيرهم، واستعادة هذه المؤسسات للقيام بدورها يحتاج إلى وقت حتى تستكمل البناء، والأخ المحافظ والقيادة الأمنية والعسكرية ويسعون جاهدين لتحقيق هذا التراكم التدريجي للبناء المؤسسي لهذه المؤسسات للقيام بدورها. فالجيش الوطني
والمؤسسات الأمنية متكامل في الجهود، سواء في المدينة وكذلك الوحدات العسكرية لها جهود مشكورة على مستوى كل الجبهات، فيعني جبهات تعز ممتدة، والميليشيا تترقب أي ثغرة تتسلل منها إلى المدينة لإلحاق الضرر، والمرابطين في كل الجبهات على يعني على أهبة الاستعداد لصد تلك المحاولات. هم يتمنوا أن يتم استكمال أو توفير الاحتياجات اللازمة للقيام بالأدوار المطلوبة، لأننا في تعز الإشكالية التي يعاني منها الجيش الوطني أن هناك توصيفات سلبية في هذا الاتجاه تريد أن تبقي تعز في دائرة المرابطين. ما هي هذه التوصيفات؟ الاستنزاف للحسم، في دائرة الاستنزاف للحسم واستغلالها في الملف الإنساني، وهذا خطأ، وهم مطالبون أن يعيدوا النظر في ذلك التقييم القصير. نعم، إذن يعني إشكالية أستاذ محمد، هذه الإشكاليات التي تحدث بين الجيش وأنت تسميها يعني ليست انقسامات لم يصل الأمر للانقسامات، ولكن يعني لا تكاد تهدأ أو يتم وضع نقاط محددة ويتم وضع اتفاقات معينة ونناقش تلك الاتفاقات ونسعد بها، تهدأ مدة وجيزة من خمسة أيام إلى أسبوع ثم تعود من جديد إلى السطح. لما لا تحل هذه الإشكالات من جذورها نهائيا؟ يعني مسألة التهدئة ومسألة يعني كل واحد يصلح سيارته وما إلى ذلك من مصطلحات، وفي الأخير لا نجد حلول حقيقية تغني الجيش عن هذه الإشكاليات ليتم التركيز حقيقة على الدور الفعلي له. أخوتي، لابد أن يدرك الجميع بأن تعز حالة الانتقال من القلم إلى البندقية، كانت هذه لها مرحلة الانتقال لها يعني بعض السلبيات الجانبية. ضيف إلى ذلك الانتقال من المقاومة الشعبية العفوية إلى الجيش الوطني المنضبط والمؤطر، يعني وانتقال من القوات المسلحة إلى جيش نظامي ذو عقيدة قتالية كاملة، هذه المراحل من الانتقالات لها تبعات، وهناك بعض الإشكالات الجانبية التي تأتي نتيجة لهذا التحول، لأن تعز هي تمر بمرحلة في التحول في العمق المجتمعي، ومدينة مسالمة بطبيعتها، ومدينة ذات ولاء وطني يعني وثقافة وتمتلك القوة الناعمة، وكانت في المراحل الماضية حقيقة حرم أبناء تعز بنسبة كبيرة من الحضور في المؤسسة العسكرية والأمنية بالشكل الذي يتناسب مع حجم المحافظة وحضور حجمها أهمية كموقع جغرافي، والحجم السكاني، وكذلك الرأس المال الوطني، بالإضافة إلى ذلك الأدوار الكبيرة التي أو العقل السياسي أو الثقافي أو الدور التنويري التي يلعبه هذا المحيط. فمرحلة فهذه التحولات التي تحصل في محافظة تعز لها هناك بعض الإفرازات وهناك بعض السلبيات، لكن بالمجمل تسير في الاتجاهات الصائبة. هناك حقيقة بقدر ما يتم تسليط أو تضخيم، يعني للأسف الشديد هناك تضخيم أو تركيز كبير على الجوانب القصور والسلبيات أو المآخذ أو التباينات التي تحصل من هنا أو هناك، لكن أن يتم ينبغي أن الإعلام أن يسلط الضوء على الواقع بشكل عام. نحن نعم سنتحدث يعني عن الدور الإعلام أستاذ محمد. خلال الفترة الأخيرة هناك تطبيع للأوضاع، هناك ترتيب، هناك استتباب للأمن، وهناك نسبة كبيرة من التحسن، وهناك ارتقاء، لكن المواطنين لا يشعرون بذلك أستاذ محمد. أنت تتحدث عن واقع غير ملموس حقيقة، يعني أين هو هذا التطبيع؟ إذا كان الوضع الصحي متدهور، إذا كان وضع المدارس في كثير من الأماكن متدهور، إذا كان وضع الرواتب متدهور، ما هو التطبيع من وجهة نظرك؟ إن لم يكن هو بساطة الحياة لدى المواطن، يعني مسألة المجاعة التي تحدث في تعز، ونجد صورا مؤلمة موجودة في تعز، الجرحى، كثير من النقاط يتم مناقشتها لم يتم تطبيعها حتى الآن. سنتحدث عن هذا أستاذ محمد، ولكن اسمح لي أن ينضم معنا عبر الهاتف النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم الأمن في تعز. مساء الخير سيادة النقيب.
مساء الخير، أسعد الله مساءكم بكل خير أختي العزيزة. أهلا بك سيادة النقيب. وفي ضوء كل ما يحدث من خلافات في المربعات العسكرية سيد أسامة، لما لا يتم استعادة دور الأمن وتقوم الأجهزة الأمنية بالسيطرة على هذه المربعات المتنازع عليها ويتم يعني إخلاء الجيش إلى الجبهات الأمامية؟ بداية أنت تتحدثين عن ما يفترض أن يكون وما كنا اتفقنا عليه في منتصف العام الحالي أن يتم هذا الأمر. طبعا في مايو من هذا العام يعني بدأ الأمن في التموضع ببعض الأماكن الهامة والانتشار داخل المدينة، وكانت تقتضي خطة استكمال التحرير التي للأسف مع الأحداث الأخيرة يعني تلاشت ولم يعد لها مكان. كنا نتحدث عن أن الجيش سيتفرغ لجبهات القتال وأن المواقع الأمنية تستلم لقوات الأمن والسلطة. للأسف حدث ذلك في المدينة في بعض الأماكن، لكن بقى هناك بؤر توتر وصراع بسبب غياب الثقة ويعني المشكلة المتجذرة في بناء وتكوين الجيش. للأسف لم نستطع أن نكمل الانتشار الأمني في بقية المناطق، وأنا أتحدث بالتحديد عن المشكلة الأخيرة التي حدثت في الشمايتين والانطلاق والأحداث التي تلت. يعني لدينا إذا كنا نريد أن نصحح الوضع لابد أن نكون صريحين وصادقين مع أنفسنا ونمتلك قليل من الشجاعة. يجب أن نواجه أخطائنا ومشاكلنا، مشكلتنا في بنية الجيش، مشكلتنا في يعني غياب الثقة بين المكونات مكونات العمل العسكرية، وهي انعكاس أيضا لغياب الثقة بين المكونات السياسية. بالأخير نحن نلقي ظلال كل المشاكل بما فيها المشاكل الأمنية، وكل المشاكل الطارئة هي بسبب مشاكل سياسية واحتكار سياسي حاد وانعدام تام للثقة بين مكونات العمل السياسي داخل محافظة سعد، مما يضطرها بالضغط على مراكز الثقل والنفوذ في المؤسسات، وهذا أمر مؤسف ويتعارض تماما مع أهداف سعد وما خرجت لتناضل وضحت لأجله. نعم، إذا سيادة النقيب يعني ما هي نتائج الاتفاقات التي حدثت؟ يعني ربما قبل أسبوعين أو أكثر ناقشنا اتفاقات تمت تلك الفترة بسبب الاختلافات السابقة، ولم تكن الأولى على فكرة، يعني ربما أنت مطلع أكثر مني على مدى الإشكالات والاتفاقات التي حدثت. هل يعني اتفاقات اليوم مختلفة عما سبق وستؤدي إلى نتيجة حتمية فعلا؟ أنا ركزت لك على المشكلة الأساسية هي غياب الثقة. لو نتفق ألف مرة ولو نوقع اتفاق ألف مرة لن يبدي ذلك نفعا. كما ذكرت يعني تم التوقيع على الاتفاق ولم ينفذ منه شيء، يعني اتفاق الخيامي بعد مشكلة التربة وما حدث قبل أسبوعين، لكن للأسف هذا الاتفاق لم يرى النور. هو كله بسبب هناك غياب للثقة كامل داخل مكونات. إذن من المخول بمنح الثقة لجميع الأطراف؟ إن لم تكن هناك كلمة عليا تستطيع أن تسيطر على الوضع أو تحزم الأمر وإبعاد الجانب السياسي تماما والحزبية والمناطقية من مؤسسة الجيش العسكرية التي يفترض أن تكون خالية تماما عن هذه الصراعات. والله كان يعول على أبناء سعد وقيادات سعد أن يكبروا على مشاكلهم والخلافات القائمة بينهم، وأن يقلبوا مصلحة سعد على أي مصلحة أخرى، وأن تبقى سعد وسعد فقط هي أولا والهدف والمظل الجامعة الجميع. لكن للأسف مع التشرذم وغياب الثقة ولا يوجد هناك الآن شخصية مجمع عليها أو محل ثقة في يعني في سعد حاليا. لذلك انا اناشد ويعني فخامه رئيس الجمهوريه ورئاسه هيئه الاركان ووزاره الدفاع الان لدينا وزير الدفاع انهم يحلحلوا مشكله سعد. يجب ان ترفع الوصايه السياسيه
عن المؤسسات العسكرية والأمنية وكل مؤسسات الدولة، ويجب أن تخضع للمعايير وتعمل عمل مهني مؤسسي ولا تخضع للابتزاز السياسي والتجاذبات السياسية التي أراها قد تعز. تعز الآن تركت أمام مصيرها. نحن نرى الآن يعني كافة المحافظات، كافة المحاور والاتجاهات، هناك تحرك، هناك تحرير، هناك تقدم، ونحن غارقين في صراعاتنا. أما الآن لأبناء تعز، أنا وجهت نداء قبل أسبوعين أو ثلاثة، يعني أليس فينا رجل رشيد؟ ألا يوجد يعني ضاعت عنا وسنفرق كل تبشير تعز اليوم ونتفرق الصراع بيننا؟ هذه جريمة وهذه كارثة وهذه مأساة حقيقية تستوجب تدخل جهات عليا، وزارة الدفاع وفقامة رئيس الجمهورية، أنه يحلحل وضع تعز في مؤسسة الجيش التي يعول عليها حفظ تعز ومواصلة مسيرة التحرير. وأصبحت اليوم مشكلة، يعني ما كنا نعول عليه الحل وأصبح اليوم مشكلة للأسف. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم الأمن في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ محمد، ربما نقول لك يعني النداء الأخير الذي قاله الأستاذ أسامة وهو يناشد أبناء تعز قياداتها ورجالها وأحزابها وكل من له سلطة أن يكبروا وأن يلتفوا حول تعز ويكبروا على جراح هذه المدينة بعيدا عن كل الإشكالات الحاصلة، لتكون تعز هي يعني المصلحة الأولى وتغليبها على أي شيء آخر. هل سيحدث ذلك برأيك؟ يعني واستمعت معنا لما تحدث إليه النقيب أسامة، أن هناك إشكالية حقيقية. يعني مثل يعني ينبغي أن نوصف الحالة دون تهويل ولا تهوين. ما يحصل هو يعني ليست يعني معضلات، وانما تباينات واشكاليات بسيطه وطفيفه، غير ان رفع يعني كون السقف الحريات في هذه المحافظه والمناطق التي تم تحريرها من الميليشيات مرتفع جدا، وحريه التعبير مكفوله للجميع، تم التعبير عن وجهات النظر بحريه مطلقه، وبعض الاحيان تم الاستخدام السيء لهذه الحريات في تضخيم بعض الجزئيات و والإساءة إلى تعز كمشروع وطني، تعز كحامل يعني مدافع باستماته عن 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 كرامة هذا الوطن وأبناء هذه المحافظة، تعز التي قدمت قوافل المشهداء. هناك تباينات في بعض المكونات السياسية وليس الكل، والبيانات التي تصدر من قبل هذه المكونات دليل على أن هناك يعني توافق بشكل كبير، لأننا نعم، لكن هذا التوافق لا يتم أستاذ محمد، يعني ليس المرة الأولى. اسمح لي يعني أنت قلت لا نهول ولا نهون، وأنت منذ بداية الحلقة تهون المسألة تماما. يعني ما يحدث في تعز اختلافات كبيرة تليها اتفاقات مهمة ونجد أنها تسير بالشكل الصحيح، ولكن لا تتم. يعني ليست المرة الأولى التي أناقش فيها موضوع تم الاتفاق عليه ويفض تماما ولم يتطرق إليه كما تحدث معنا النقيب أسامة. الأخ أسامة تحدث عن اتفاقات يعني بينية في 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 الريف الجنوبي للمدينة، يعني وأنا كما سبق وأن قلنا بأن هناك يعني إشكاليات في نطاق جغرافي محدود في ريف المدينة. تعز قادرة كما تخلصت من الأضرار التي كانت في أوساط المدينة وزاحتها إلى الخارج، قادرة خلال الفترات القادمة أن تعمل يعني على إزاحة هذه العناصر التي تريد توتير الأجواء والإساءة إلى تعز، والأيام القادمة كفيلة بأن تقدم الإجابات الشافية حول هذا الموضوع. فالرهان على الوعي الجماهيري والرهان على الالتفاف حول المشروع الوطني والرهان يعني على تلك النطاق الجغرافي المتمدن والمثقف والواعي في المديريات الحجرية التي لن تقبل بطبيعة الحال. نأمل ذلك أستاذ محمد. اسمح لي أيضا أن يشاركنا الحديث. نعم
استاذ محمد اسمح لنا ان يشاركنا الحديث هذه الليله المحلل السياسي ايضا الاستاذ عبد الهادي العزعزي عبر الهاتف. مساء الخير استاذ عبد الهادي. يا مساء النور اختي. اهلا بك. ربما قبل اسبوعين او اكثر ناقشنا معك استاذ عبد الهادي الاتفاقات والاختلافات الحاصله ودون اي اثار ايجابيه بين قاده الالويه وما نتج عنها بطبيعه الحال من اشكاليات حقيقيه في مؤسسه الجيش. برايك ما بين الاتفاق السابق والاتفاق الحالي اين تقف تعز؟ تعز في كلا الحالتين مع الأسف الشديد غائبة عن الاتفاقين تماما. مشكلتنا مع الأسف الشديد في الجيش الوطني تحديدا أقولها بصريح الإدارة أن لدينا قادة عسكريين بدون خيار سياسي. وهنا الإشكالية، نحن نقود حرب لم يستوعب كما يبدو لي القادة العسكريين أننا في أتم معركة. هذه المعركة لها مهام محددة عندما يتحول قادة المعسكرات إلى مصدري بيانات، وهؤلاء على الأسف الشديد القوة الخشنة للدولة. إذا ما الذي بقى في هذه الدولة من قوة خشنة يراهن عليه؟ ما أعرف أنا كرجل مدني أن الجيش قوة ضبط ورابط وأنها قوة أوامر وهناك قانون عسكري غير قابل للنقاش أو الجدل. هناك حالة تخلف. نعم. نعم أستاذ عبد الهادي ما زلنا معك. نعم فقدنا الاتصال بك أستاذ عبد الهادي. إذا عودة إليك أستاذ أسامة. أستاذ أسامة يعني عفوا أستاذ محمد. أستاذ محمد يعني لما يغيب دور المحافظ والقيادة السياسية بل أيضا والقيادة العسكرية من هذه المعادلة، وأعني الهرم يعني أعلى هرم في السلطة سواء قيادة الأركان الجيش أو محافظ المحافظة أو حتى الرئاسة، يعني تعز يعني تتلوى بين كثير من الإشكاليات دون حلول أو دون كلمة عليا تستطيع أن تحل هذه الإشكالات. حقيقة الأخ محافظ المحافظة بذل جهود كبيرة، واللجنة الأمنية وهو يعني رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة التي ينضوي في إطارها قيادة المحور وقيادة الألوية واللجنة الرئاسية و القيادة الأمنية، وكان هناك إسهام كبير يعني فيما يتصل بهذا الجانب، واللجنة الرئاسية بذلت جهود كبيرة في المرحلة الماضية وما زالت بشكل مستمر تقوم. ما هي الجهود هذه يا أستاذ محمد؟ يعني أنا لا أدري عن أي جهود تتحدث أستاذ محمد، يعني لا توجد جهود حقيقية ملموسة. يعني ما يحدث في تعز من خلافات ويعني اتفاقات لا تتم، لا نجد مسؤول حقيقي يشرف على ذلك. مجرد أن أشكل لجنة رئاسية ولا أتابع ما الذي صنعت هذه إشكالية، مجرد أن أشكل لجنة أمنية وتتوقف دون استكمال مهام هذه أيضا إشكالية. يعني ما الذي يحدث؟ يعني هل هذا هو كل الجهود التي مطلوب من القيادات العليا لتقدمها، أن تشكل لجنة لا تقوم بشيء؟ حقيقة القيادة العليا مطالبة بتقديم المزيد والاهتمام بتعز وإلى أهمية كبيرة، لكن ما تقوم به قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والقيادة الأمنية قد يعني هذا الممكن تقديمه، تبذل الجهود الكبيرة وتعمل على تطبيع الأوضاع بمختلف المجالات وحل الإشكاليات وبناء المؤسسات، وهذا يحتاج لأن هناك بعض الإشكاليات تحتاج إلى مدى زمني لحلها، لأن بعض الإشكاليات من ضمن حلولها استكمال بناء المؤسسات التي مناط بها يعني ردم تلك الفجوات وغلق وسد تلك الثغرات. فنحن في حالة بناء
ومعالجات، هناك استكمال للبناء المؤسسي لمؤسسة الجيش والأمن، وهناك معالجات بالاشتكالات التي تطرأ من هنا وهناك. ضيف إلى ذلك أختي أن هناك يعني حقيقة الجيش الوطني يعني تشكل من مختلف أبناء المحافظة ولم يتم استكمال البناء أو يعني العقيدة القتالية للجيش الوطني بالشكل الأمثل، وهو بحاجة إلى مضاعفة الجهود في البناء المعنوي لهذه الوحدات العسكرية حتى تلتف حول مشروع وطني ويتم إذابة تلك المناطقيات والنتوءات التي تحصل من هنا وهناك. يعني هنا في هذا المجال هناك قصور ينبغي أن يتم سده من قبل قيادة الوحدات العسكرية، وأن يتم يعني حل الإشكالات في المؤسسة العسكرية بعيدا عن الإعلام وعن الصخب الذي يحصل من هنا وهناك. ضيف إلى ذلك موضوع أن يعني أن تجنيب المؤسسة العسكرية المماحكات السياسية وجعل السياسة والتعددية السياسية تأخذ مجالها في مسارها المحدد لها، وأن تترك للمؤسسة العسكرية أن تبني نفسها وتحل إشكالاتها وتتجاوز الإعاقات وتعيد النظر فيما يتعلق في البناء الداخلي، وكذلك استكمال تحرير المحافظة التي نأمل من قيادة الألوية أن يستغل هذه اللحظة التاريخية التي اشتعلت فيها الجبهات في عموم محافظة الجمهورية للانقضاض على هذه الميليشيات المتهالكة واستكمال التحرير وهذا ما نتمنى بطبيعة الحال. هذا بالتأكيد ما نتمنى أن يتم كل ذلك. أستاذ محمد شكرا جزيلا لك. محمد النقيب المحلل السياسي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.